شنو معه ببيته. يعني انا وجدي نام هو على الصوفة، هو وستي تينيموني انا وامي واختي بتخوتي تخوتتهم، يعني تخوت رجليك لانه كتار، نحن كتار. مثلا انا اخوالي خمسة وخالاتي ثلاثة وامي تسعة وانا واختي وجدي وستي، عرفتي كيف؟ يعني عائلة 14-15 واحد. انه البيت كبير اوكي، بس انه لك لا حب مظبوط حبيبي، هيك حب ما بتلاقي ما في. الله يرحمك يا جد. هو انا بعيط له حكوا له كده معك ابو كده هني بالمنطقه كلهم. ليك انت وده بيطلع هود الارقام، انا ما برمت وميدو ما بيبرم، بس مثل ما بدك. بس انا برايي ما تبرم الا ما هي بتحرقص، لانه بتصير بدك تبرم. بدي اطلع، بدي اشوف قد ايه اخذت نسبه، مش اكثر ولا اقل. Exactly. بس قال لك رح انه اطلع بنسبه تصوير جمهور. لا بس انا صعبه بتقول مثلا وصل وترى البرام، عرفت كيف؟ وشوف بس هني بالمنطقه كلهم، كل شخص بيعرفوا بعيطوا له لجدي الاستاذ، انا بعيط له المعلم. حلو. عم تخيلي انه انا امي قالت لي بكره بحزيران، اول اسبوع من حزيران. يا ربي ما يكون هيك. واصلا حبيبي انا مش زعلان، بعرف بس انا انبسطت انه شفت كل شخص. اذا فيك تبقى اكثر ليش لا يعني؟ بس شفت كل شخص. شو مش عرفت كثير اشخاص. شخص يعني؟ لا انه كل شخص، مش شخص، كل شخص. لا في اشخاص انا كنت اخذ فكره عنهم كثير عاطلي، طلعوا كثير منيح، مش كثير عاطلي بس طلعوا كثير منيح. في اشخاص انه كنت اخذ فكره كثير منيحه عنهم طلعت كثير بالعكس. هي انه الناس شلون بتفيد يعني؟ شيء مزبوط مزبوط. خصوصا وقت بيجي التصويت بتعرف مين بيصوت لك من قلبه كمان.